بايوسكان، مركز الأشعة والتصوير الطبي. رح نحكي هلأ عن أحد الإجراءات اللي بتساعد وبتسرع في عملية تقويم الأسنان. هذا الإجراء هو اسمه الغرسات التقويمية. مين الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا فيها وشو النتائج؟ مع الدكتورة هبة زغول، أخصائية تقويم الأسنان والفكين. صباح الخير دكتورة هبة. صباح الورد. أهلا وسهلا فيكي معنا. الغرسات التقويمية اللي يمكن مش كل الناس عم بيعرفوا عنها، ولكنها موجودة حديثا يعني بتقويم الأسنان. شو هي؟ هلا الغرسات التقويمية أو الزرعات التقويمية هي عبارة عن أدوات بتساعدنا في أجهزة تقويم الأسنان. هي عبارة عن براغي حجمها كتير صغير بينحط بالفكين، بالفك العلوي أو الفك السفلي، لحتى يساعدونا في عملية تقويم الأسنان. نتحكم سواء من ناحية القوة اللي منحطها على الأسنان أو من ناحية اتجاه الحركة. كيف يعني كيف تشتغل؟ هلا هي عبارة عن برغ كتير صغير احنا بنثبته بالعظم. هلا الفكرة من الموضوع انه انا لما بحرك الاسنان في احتمال جزء من الحركة يضيع بحركات اسنان بطريقة انا ما بدي اياها، او انه جزء من القوة انه يروح. هلا انا لما بحط جسم ثابت موجود جوا العظم، معناته انا عم بعمل كيف السفينة لها مرساة بثبتها بمكانها. نفس الشيء احنا عنا بموضوع تقويم الاسنان، لحتى انه انا اقدر اتحكم بالقوه اللي بحطها على الاسنان 100%، بيكون الحركه فعاله اكثر وبتاخذ وقت اقل. يعني زي الوتد انا حاسستها انها بالضبط زي وتد، بحطه بمنطقه معينه حسب اتجاه الحركه اللي انا بدي اياه وبحرك عليه الاسنان. طيب شو الحالات اللي ممكن يستفيدوا منها؟ هلا في اكثر من حاله بنستفيد منها. معظم الحالات هي الحالات اللي شوي فيها صعوبه من ناحيه التقويم، زي انا عندي مثلا فراغ كبير بدي اسكره بدي احرك عليه الاسنان، او في حالات معينه كانت شوي فيها صعوبه بدي اضطر اروح لاجراءات جراحيه زي الابتسامه اللثويه، اني انا ارفع كل الاسنان او الفك للاعلى لحتى تبطل اللثه تبين. فهي من الحالات اللي كثير ساعدتنا فيها. اوكي هلا هاي بدي اتوقف عندها، الابتسامه اللثويه. هلا الابتسامه اللثويه انه بنكشف كثير من اللثه وكل الاسنان بتطلع. كيف الغرسات التقويميه بتساعد بالتقويم؟ هلا انا بحط الغرسات التقويميه فوق الاسنان، فوق الجذور، من جوا من تمام. من اللي هي البراغي، وبتكون بارزه طالعه لبرا. بالضبط، تكون هي لها راس صغير طالع لبرا، بعلق عليها مثلا زي مطاط او طرق معينه انه انا اسحب الفك للاعلى، فكل الفك بيطلع، الاسنان واللثه الاسنان واللثه وبالحق كمان معاها العظم، فكل الفك بيطلع للاعلى، فانا بحل المشكله بدون ما اضطر اروح لاجراء جراحي اللي كنا نعمله قبل، اللي هو انا اكسر الفك العلوي واطلعه لفوق. وعشان هيك كنت عم بتقولي دكتوره انه بالحالات اللي بتكون مثلا ممكن تنعمل جراحه او لا، وجود الغرسات التقويميه بتساعد انه ما نروح للجراحه يكون التقويم. طبعا هلا في بدنا نميز انه في حالات 100% هي حالات جراحيه ما في مجال اني اصلحها بغير هيك، لكن في حالات اللي هي بتكون بوردر لاين اللي احنا بنقول بدنا نروح جراحه ما بدنا نروح جراحه، لا هون بنقدر انه بتساعدنا، زي مثلا حالات تقدم الفك سواء العلوي او السفلي او الحالات الابتسام اللثويه. تمام، هلا نحن رح نشوف اكثر الحالات اللي ممكن انه يستفيدوا من الغرسات التقويميه، بس هل هي بتسرع بعمليه التقويم؟ طبعا ممكن انها تسرع، لانه جزء من يعني القوه اللي بنحطها على الاسنان كلياتها بنستغلها 100%. هلا هون عشان نقدر نتخيل، في هناك اللي هو احنا مختصرها بالانجليزي التاد، موجود على الفك من المنطقه الخلفيه، وحاطين مطاط للاسنان الاماميه عشان اقدر اسحب كل الاسنان الاماميه للخلف ونسكر هذا الفراغ. هلا هون واضح انه الاسنان الاماميه مايله لبرا بزاويه كثير بارزه، فهون ساعدت الغرسات التقويميه. بالضبط، وهون في عندنا فراغ احنا رح نرجع الاسنان الاماميه كامله. بس هون هو مغروس جوا الفك، جوا من جوا ولا من برا؟ هلا هو احيانا بنحطه من برا، اللي هو من برا او من الداخل. هلا هاي الفكره هون انه انا في عندي غرسه موجوده من الخارج ومن الداخل، وانا حاطه مطاطه عشان ان السن اللي بارز زياده اني ادخله لجوا. هي مثلا هون في حالات كان تحت بيكون سن مفقود، فالسن بيطول، فانا بدي ارجعه لوضعه الاصلي باجراء كثير بسيط بدون ما نحط جهاز تقويم كامل، بندخل هذا السن لجوا. حلو، قد ايه بده الاجراء لحتى ينحط البرغي؟ هون يمكن كمان وهون نفس الشيء. هون كمان برضه احنا عم نخفف من بروز الاسنان. هلا هو كاجراء هو اجراء كثير سهل، بيتم بالعياده تحت بنج
موضعي حتى بنج بسيط. الإجراء كله بياخد حوالي 5 دقائق. إحنا طبعاً بنكون بالبداية ماخدين صور أشعة لحتى نعرف بالضبط وين بدنا نحطها، وعبارة عن برغ صغير طوله بين 6 ل 12 ملي يعني، وسماكته بين 1 ملي ل 2 ملي، بيوضع بشكل يدوي بالمنطقة المطلوبة. ولما يخلص التقويم؟ ولما يخلص التقويم نشيلها. طبعا هي غرسات مؤقتة، تختلف عن الزرعات السنية اللي أنا بحطها عشان تضلها على طول فبتلتحم بالعظم. الغرسات التقويمية لا، هي أجهزة مؤقتة بس نخلص حاجتنا لها أو نخلص التقويم منشيلها. وما بيأثر على العظم؟ لا أبدا ما بيأثر، مجرد ما شلناها خلال مدة بسيطة يعني، هو بيكون جرح كتير بسيط بيلتئم لحاله والعظم بيرجع بيسكر. برجع بسكر. حلو. أوكي، شكرا لك دكتورة هبة زغول، أخصائية التقويم الأسنان والفكين، على المعلومات الجديدة. شكرا. الله يسلمك. أيوسكان، مركز الأشعة والتصوير الطبي.